تنقل صبيحة اليوم مدرب حراس المنتخب الوطني مايكل بولي إلى ملعب بولوغين للاستفسار حول وضعية الحارس ماموش، حيث استجوب بولي مدرب حراس اتحاد العاصمة بالملاط، كما كان له حديث مع الحارس ماموش قبل أن يغادر الملعب. ويريد بولي وبالحاجي تطبيق تعليمات المدرب حاليلوزيتش لحسم الأمور بشأن قائمة الحراس النهائية قبل تربص ماي المقبل.